السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة على قناة مريم شانيل. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة خاصة بالناس اللي كيعانيوا من القولون العصبي او المصران، بمكونين اثنين طبيعيين ومتوفرين في كل بيت. وصفة اللي سهلة وسريعة وعندها نتائج رائعة. هذه الوصفة فيها غير مكونين فقط. اول مكون هو النفع، احنا كاملين كنعرفوا الفوائد ديال النفع شحال كثيرة وشحال الاستعمالات ديال النفع، يعني كنستعملوه بزاف. والمكون الثاني هو الكروية، والكروية يعني كتستعمل بزاف الانتفاخ ديال البطن وآلام ديال البطن، هو المكون الثاني. هادو هما المكونين اللي غادي نحتاج في هذه الوصفة. كيف ما قلت لكم وصفة اللي سهلة وسريعة في التحضير. قبل ما ندوزو نشوفو الوصفة غادي نهضر لكم شوية على القولون العصبي. القولون العصبي او المصران كيف ما كنقولو احنا بالدارجة ديالنا هو المصران الغليظ. الاسباب ديالو هي تناول المأكولات والمشروبات الغازية والكحول. وعاد السبب الثالث هو التوتر، وهذا التوتر هو العامل اكثر ضرر في المصران. يعني نحاولوا نتفاداو التوتر والعصب هكا حيت هو اللي كيضر لنا القولون العصبي. وعاد الناس اللي راه عندهم العسر في الهضم، حتى هما الناس اللي عندهم العسر في الهضم هو اللي كيسبب لهم انتفاخ في البطن وكيعطي الام في اسفل البطن. غاديش نقول لكم ما تبقاوش تاكلوا هاد المأكولات بالمره، ولكن غادي نحاولوا ما تكثروش منهم وحاولوا تعالجوهم. وهاد الوصفه ان شاء الله غادي تعطيكم نتيجه اللي رائعه من السيمانه الاولى. كما كتشوفوا خديت المعلقه ديال النافع ومعلقه ديال الكرويه، درتهم في الصفاي وغسلتهم هكا باش نحيدوا داك التراب والشوائب اللي كيكونوا زايدين. غادي غير نغسلهم ونصفيهم هكا. غادي نجيب غلاي او كاسرون او اي اناء عندكم، غادي نوضع فيها هاد النفع والكرويه بجوج. وغادي نضيف لهم إطرو ديال الماء يكون طايب، يعني مخرج السبولة كيف ما كنقولو حنا. هانتوما كيف ما كتشوفو، وغادي نحاول نغطي عليه. نغطي عليه ببابي ألمنيوم أو اي حاجه بغيتو تغطو بها، وغادي نخليوه حتى يطلق يعني وينسجم الاعشاب مع الماء. وغادي نخليوه حتى ينسجم وغادي يولي لي يعني برد. وغادي ناخذو كاس قبل ما تنعس، وكاس يعني مني قبل ما تفطري، يعني كيف
كيف ما قلت لكم غادي تاخذ كاس قبل ما تنعس، يعني غادي تشرب كاس، ومني تفيق قبل ما تفطر تشرب كاس. انا غادي نوريكم انا محضرها قبل، دابا هادي انا دايرها قبل يعني كنشربها كيف ما كتشوفوا. راه هاد الوصفه راه رائعه بزاف بزاف بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القولون العصبي، يجربوها في السيمانه الاولى وردوا عليا الخبر. غادي نمشي منكم كاع هاد الالم والانتفاخ اللي عندكم. المهم الفيديو ديالي سال هنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا من لي لايك وتخليو لي تعليق ديالكم. مع السلامه.